أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبك. في مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ غربية الصحراء، وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا. ومن هنا فإن توجهنا في الدفاع عن غربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. وفي هذا الإطار يندرج البرنامج التنوع الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي تم توقيعه تحت رئاستنا في العيون في نوفمبر 2015 والدخلة في فبراير 2016. شبير عزيز، يتعلق الأمر ببرنامج تنموي مندمج بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، ويهدف إلى إطلاق ديناميات اقتصادية واجتماعية حقيقية وخلق فرص الشغل والاستثمار وتمكين المنطقة من البنية التحتية والمرافق الضرورية. وهو برنامج طموح يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية، تتحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعها. واليوم وبعد مرور حوالي 7 سنوات على إطلاقه، فإن تثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80% من مشروع الغلاف المالي المخصص له. فقد تم إنجاز طريق السريع تزنية الدخل الذي بلغ مرحلة الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال. كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة، وسيتم المشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير في الدخلة الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية. وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تدمين وتحويل منتوجات الصيد البحري الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة. وفي المجال الفلاحي تم توفير وتطوير أزيد من 6000 هكتار بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة، وتعريف معظم المشاريع المبرمجة في قطاعات الفوسفات والماء والتطهير نسبة إنجاز متقدمة. وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرة التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية باعتبارها مقولا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة. وفي هذا السياق المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، ندعو القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. كما ندعو لفتح آفاق جديد أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. شعبي العزيز، لقد شكلت الصحراء المغربية عبر التاريخ سلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمق إفريقيا. وإننا نسعى من خلال العمل التنموي الذي نقوم به إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل. وهو توجه ينتج مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول قارتنا الإفريقية، التي نحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة. وفي هذا الإطار بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمد البخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. يصيبنا اليوم
أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير طبقا للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في دجنبر 2016. وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بالرباط مجموعة الاقتصاد التي دول غرب افريقيا وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع. ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية لنجاحه. واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول الغرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين. وإننا نريده مشروع استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة. وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إضافة إلى موريتانيا والمغرب. إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة. وبالنظر لقوة قراري لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا. كما نشيد إلى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه. ونود أن نؤكد هنا حرص المغرب على مواصلة العمل بشكل وثيق مع شقائه في نيجيريا ومع جميع الشركاء بكل شفافية ومسؤولية من أجل تنزيله في أقرب الآجال. لو نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير. شعبي العزيز، إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء ولقسمها الخالد يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة من أجل الدفاع عن وحدة الوطن وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي. وهي مناسبة للترحم على روح مبدعها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه وعلى أرواح كل الشهداء في الوطن الأبرار. كما نوجه تحية إشادة وتقدير للقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والإدارة الترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم تحت قيادتنا في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والقرآن العظيم اللهم قرعنه بولي عدمه الحسن في
ناظره بأخيه المولى الرشيد وسائر أفراد أسرته الشريف يا رب العالمين. وتغمد اللهم بواسع رحمتك ومغفرتك ورضوانك بطري التحرير والاستقرار برحمتك الواسعة. اللهم أسكنهما فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. وارحم اللهم شهداء وطننا الأولين والآخرين. الحمد لله الذي أكرمهم بالجهاد، الحمد لله الذي أكرم المجاهدين ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وهم أحياء عند ربهم يرزقون.